يعشق إنسان يعشق بلاده، ما هو يعشقه لجل شيء محدد. في أي مكان ودك تقرأ؟ في بغداد. شنو تبريرك للناس اللي يتهموك؟ الوصايا والنصايح مستحبة، استمع لي يلي ودك بالوصايا، واحمد الله دام امورك مستتبة، ولا تكابر واسأل الله الهدايا، لا تخاوي واحد ما خاف ربه، ان مضرك ولا بتحوشك شرايا، ولا تشمت في عدو ولا تسب، الزمن دوار وللمعنى خفايا. في بعض الأحيان أكو ناس لهم وقع خاص بداخلك وراحوا، تنتظر رجعتهم؟ اكسى إذا تقدر، أنا بيك تكسى، ولا يلحقك مني عتاب وملامة، اللي من أول لا تباطاك ممسى، للحين قده غارق في منامة. لكل إنسان فد أشياء يفتخر بها بحياته. صحيح. أنا هذا اللقاء من الأشياء اللي راح أفتخر بيها.